السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. من أكثر الأخطاء اللي يرتكبها الناس إنها تيجي لأي تقني أو أي شخص مجهول أو يدعي إنه هكر أو غيره، إنه يقول له قريب لي متوفي وبحسابه فيه صور خاصة أو غيره، أبغاك تهكر الحساب عشان تحذفه بشكل نهائي عشان ما يجي له ذنب أو غيره. طبعا هذا خطأ كبير جدا، لأنه الهكر لا يؤتمن على أي شيء كان، كل شيء رسمي أفضل. عندك أشهر مواقع التواصل الاجتماعي كان فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام، عندهم صفحة عبارة عن بيانات تعبيها، ومن خلال تعبئة هذه البيانات حيتم إزالة الصفحة بشكل نهائي. طبعا كل صفحة تختلف، ولكن المضمون واحد، يعني ممكن يطلبوا منك إثبات الوفاة، ممكن شهادة الوفاة، هوية الشخص المتوفي، ممكن تكون هوية وطنية أو جواز سفر أو ما يثبت أنه صاحب هذا الحساب هو اللي أنت جالس تراسل، عشان طبعا ما تكفي الحساب شخص عايش أو شيء زي كده، فعشان بس يتأكدوا من هذه الأشياء. طبعا الصفحات كلها باللغة العربية ولغة مفهومة وبيانات جدا سهلة وبسيطة، يقدر أي شخص بنفسه يعبيها، سواء كان قريب له أو صاحب له. وطبعا هم يشددوا بهذه الناحية أنه يكون أكيد واحد من أقربائه. طيب هذا ينبهنا لشيء مهم، أنه الحسابات الوهمية، يعني اللي ليس يعني ما عليها، ما هي مسجلة برقم جوال، ما هي مسجلة بإيميل، أو يكون مثلا اسم وهمي أو نيك نيم، أو ما في ولا صورة للشخص. هذا طيب خلينا نفكر شوية، يعني واحد مثلا عنده حساب بالإنستغرام أو تويتر أو بالفيسبوك، حاطط أي صورة مثلا فنان أو أي صورة إن كانت لا تمت له بصلة، وأيضا نيك نيم عادي، ما هو اسم، يعني ما هو اسمه الحقيقي. جميع البوستات اللي هو منزلها، الصور، الفيديوهات، التغريدات أو غيره، ما في أي شيء يدل إنه هذا هو الشخص. يعني أمثل على نفسي عشان تفهم قصدي، أنا لو عندي مثلا حساب بتويتر أو إنستغرام أو الفيسبوك، ماني كاتب عليه باسم محمد حدايدي، ماني حاطط صورة لي، ما في أي إثبات في الحساب يدل إنه هذا حسابي وهو فعلا حسابي. طيب وفي نفس الوقت أنا ماني رابطه لا برقم جوالي ولا بإيميل ولا بأي شيء يدل إنه هذا حسابي. طيب وأنا طبعا بعيد الشر عني إن شاء الله والسامعين، طبعا كلنا حيكون لنا نصيب إن شاء الله، الله يحسن خاتمتنا جميعا. طيب لو في أحد بيقدم طلب أزيله حساب هذا الشخص محمد حدايدي لأنه توفى، طيب كيف يصدقوه إدارة تويتر أو الإنستغرام أو الفيسبوك؟ هنا ممكن يكون في شوية دلائل. يعني مثلا لو أنا مسجله كنت برقم فقط جوال، ممكن أطبع فاتورة جوال عليها اسمي وأقدمها من ضمن المستندات اللي تثبت. يعني شوف أنا ماني مسجل حساب باسمي، ماني منزل أي صورة في الحساب تدل أنه أنا، ولكن مثلا برقم جوال قدر أقاربي أنهم يثبتوا أنه هذا الحساب تابع لي. ممكن عن طريق إيميل، ممكن مثلا يكون إيميل محمد حدايدي أو حدايدي @hotmail.com @gmail.com @yahoo.com، برضو هذا يعتبر دليل أيضا أنه هذا الحساب تابع لي. أيضا في، لو أنا بأقطع الشك باليقين على قولهم وبريح الإدارات هذه، يكون حساباتي باسمي الحقيقي، مثلا محمد حدايدي، تكون صورة الشخصية في الواجهة. طبعا هذه الأشياء ما تنفع أكيد مع النساء، ما حتحط صورتها، لكن ممكن تكون تحط اسمها، حتى لو ما هو النيك نيم ممكن يكون في البايو أو الملف التعريفي ممكن يحط اسمها. لازم تثبت برقم جوال يكون مثلا باسمها، على الأقل أقل تقدير أن يكون الإيميل باسمها. طبعا وإحنا حريصين جدا على هذه الأشياء، يعني لو في الحساب شيء ممكن أن الواحد يحاسب عليه. أكيد كلنا أخطاء، مليان كثير حساباتنا فيها خطأ، أقلها ممكن يكون في سب، في شتم، في شيء ممكن الواحد يتحاسب عليه. ففرصة في هذا الفيديو، لو أنت جالس تتابعني الآن وحي ترزق إنك تراجع نفسك وتراجع حساباتك، تراجع كتاباتك، تراجع الصور اللي تنزلها، تراجع الفيديوهات اللي تنزلها. يعني لا تخلي أهلك يتورطوا بعد وفاتك إنه يدوروا ويبحثوا إنه كيف نغلق الحساب، كيف نحذف الحساب، كيف 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 إلى آخره. فهذه هي صفحة تويتر، البيانات جدا بسيطة وسهلة.
بتقدر تعبيها أو يقدر يعبيها أي شخص تابع لك بعد وفاتك. هذه أيضا صفحة للإنستغرام برضو بنفس الطريقة، ما فيها أي اختلاف كبير، يعني نفس المضمون زي ما حكينا. وأيضا هذه صفحة للفيسبوك، ولو تلاحظ معايا في الثلاث صفحات في تقريبا شخص متوفي أو شخص معاق، يعني لا يقدر يشوف ولا يقدر يكتب أو ما يقدر حتى أنه يتكلم أو أي شيء. فبرضو لو حابب أنه يزيل حسابه أو ما يقدر مثلا يتحكم بأي شيء من هذه، فممكن أيضا شخص آخر يساعده. في نهاية الفيديو يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك والسبسكرايب بالقناة، والثلاث روابط للثلاث مواقع بتلاقيها بصندوق الوصف أسفل مقطع الشرح باليوتيوب، وفي أمان الله.